طبعا هلا هون في نقطة، لما انا بصير باخر بيج لما بضغط كونتينيو لازم ياخذني على صفحة اللوجن، لانه لو ضغطت هلا كونتينيو مرة ثانية خلاص ما عاد في صفحة بعدها، فما عاد في عملية انتقال. فلازم انا يعني يكون في شوية ذكاء بالموضوع، انه لما بضغط على الكونتينيو انا بكون باخر بيج ياخذني على اللوجن. طيب كيف حعرف هذا الموضوع؟ شوف شو رح نعمل يا شباب، ركزوا معي. حنروح للكنترولر، حنقول له والله لو قبل، يعني قبل ما يعمل عملية أو بعد ما يعمل عملية الزيادة، هون حنعمل اف لو الكرنت بيج، تمام، لو الكرنت بيج أكبر من مين؟ من الاون بوردينج ليست. سؤال، أنا كيف بدي أعرف عدد الصفحات الموجودة هون؟ فكروا معي، كيف بدي أعرف عدد الصفحات؟ بتتذكروا إنه أنا بالداتا في عندي داتا ستاتيك، صح ولا لا؟ وعندي ليست، هي الليست من خلالها كم، يعني طالما هلا نحن الداتا هي بشكل عام هي اللي على أساسها عم بيتم إنشاء هي السلايدر كاملة، فأنا من خلالها بقدر أعرف كم بيج عندي، صح ولا لا؟ بشكل دايناميك. فممكن أعمل هون لينس طبعا، واكيد بنستدعيها في حال الكرنت بيج اكبر، فاكيد بهي الحاله تمام صرت انا باخر وحده. ولكن الموضوع بيختلف في نقطه محدده هلا حقلكم اياها، في لسه هون لازم ضيف ناقص واحد، بس قبل ما اضيف الناقص واحد حقلكم ليه حضيفه، يعني قبل ما اضيفها ما حضيفها هيك ومن دون ما تعرفوا يعني اكيد. طبعا هون بنعمل else وبنضيف هذا السطر اكيد، لانه في حال كانت الكرنت بيج مش باخر وحده، يعني مش بهي الحاله، اوكي الكونتينيو شغال تمام ما في اي مشكله، ولكن باخر وحده شو رح يعمل هو؟ حيعمل لي مثلا اللي حقول له هو مبدئيا اطبع لي انه مثلا البيج 4 مثلا، انه اخر بيج على سبيل المثال، تمام. فهلا لو عملت انا هون مثلا هوت ريستارت نشوف شو بده يصير عنا، ضغط كونتينيو كونتينيو، لاحظوا معي ما في شيء عم ينطبع لهلا، كونتينيو كونتينيو ما انطبع شيء، ضغطت كونتينيو مره يعني ضغطت كونتينيو لما وصلنا لاخر وحده ما انطبعت مباشره، ضغطت مره ايضا لحتى انطبع. طيب شو الحل لهذا الموضوع؟ كيف انا ممكن اعالج هذا الموضوع؟ ببساطه كثير، هون اللينس 4 صح ولا لا؟ والكرنت بيج عم تبدا من وين؟ من الصفر مو من الواحد، لو من الواحد صح الشغل، بس هي مشكله، المشكله انه هي عم تبدا من الصفر، فلذلك انا ممكن هون ضيف ناقص واحد. برجع بعمل هوت ريستارت، كونتينيو كونتينيو كونتينيو، تمام. هلا لازم لما بضغط كونتينيو يطبع لي مباشرة، كونتينيو طبع لي مباشرة 4. طيب انا هلا شو رح اعمل هون؟ حخليه ينتقل لصفحة اللوجن، اخر شيء بس حانشئ صفحة اللوجن، طبعا حخليها داخل مجلد الاوثنتيكيشن، حانشئ ملف سميه لوجن دوت دارت بهذا الشكل، وهذا الملف طبعا حيكون ستيتلس ويدجت اكيد. لوجن نعمل import للماتيريال، وهو طبعا scaffold، هون child text مثلا login، ومنروح لوين احنا على الكونستنت، ننشئ ملف نسميه roots مثلا dot dart طبعا، ومنروح على المين ننشئ هون roots ايضا، طبعا الروتس بالجيت اكس شو هي؟ هي عباره عن هذا الشيء، ما بدي اخله سترينج، يعني اكثر من موضوع شوي معقد، اوكي فبناخده جاهز. طبعا بنضيف هون الروتس، حنعمل هون روتس بهذا الشكل اللي هي طبعا ماب مثل ما شايفين بهذا الشكل، نعمل هون امبورت للماتيريال عشان يروح الخطأ، وناخد الروت هي نضيفها هون ايضا، خليها بصفحة لحال ارتب، نستدعيها بهذا الشكل، نروح الروت، طبعا الروت شو بتقبل مثل ما شايفين؟ ماب، حلو كتير هي الماب. شوف شو شو انا بنسى، انا مثلي مثلكم بنسى شو من شو الروت بتتكون بنسى، بس من خلال النوع هاد بقدر اعرف شو اعمل. اول شيء عندي ماب، اوكي هي انشأت الماب. ثاني شيء عندي سترينج، طيب حلو كتير، السترينج اللي هو اكيد اسم الروت، تمام اسم الروت وليكن لوجن على سبيل المثال،
صح؟ طيب ثاني شيء شو بعمل انا؟ بدي ويدجت. طيب هي الويدجت طبعا هو مو ويدجت لحال، فانكشن بترجع ويدجت، والفانكشن فيها باراميتر اللي هو الكونتكست، فلذلك بعمل كونتكست وراح يرجع لي ويدجت اللي هي الصفحة اللي حانتقل لها، صح ولا لا؟ فراح اعمل هون لوجن. موضوع كتير بسيط طبعا، ما في دقة، هو ما في سيمي كولون اكيد، واكيد هون حنضيف كونست بهذا، عفوا كونست بهذا الشكل. طيب اني اكتب كلمة لوجن بايدي بهذا الشكل مو كثير صحيح الموضوع، فالحل لهذا الموضوع انه انا هون طبعا الروت انا افضل انه تكون موجودة داخل الليب مباشرة، افضل بكثير يعني تكون موجودة جانب المين عشان السرعة. هاي نقطة كتير كتير أنا بشوفها مهمة، ما بدنا مثلا كل ما بدي أضيف روت روح اضطر فوت على الصفحة هاي، لا لا الموضوع أبسط من هيك، خليه بهذا الشكل أجمل. بس أنا داخل الكونستانت حضيف أسماء الروت دوت دارت بهذا الشكل، حأعمل هون كلاس سميه أب روت بهذا الشكل، حنضيف الكونست الأول اللي هو طبعا أكيد كلياتهم حيكون ستاتيك مثل العادة عشان نقدر نصلها بشكل مباشر. string اسم المتغير دائم، او عفوا اسم الروت دائما string. login ولا حيكون login بهذا الشكل، طبعا ما بننسى نضيف السلاش عشان ال get x. اوكي بهذا الشكل كثير الموضوع حلو. login هون نروح على الروت طبعا، ضل اللوجين بهذا الشكل. نحن شو رح نعمل؟ حنعمل اب روت دوت لوجين، الموضوع حيكون ارتب بكتير بهذا الشكل. نعمل هوت ستارت، طبعا في نقطة كتير مهمة بالنسبة للكنترولر، هلا صار بامكاني اقول له جيت دوت اوف اول نيمد. طبعا لما بيروح على اللوجين ما في داعي يرجع للصفحات هاي، ما عاد يرجع، فلذلك ممكن اقول له اوف اول نيم مباشرة بهذا الشكل، واقول له هون اب روت دوت لوجن، روح لللوجن مباشرة. نعمل هوت ريستارت، شوف هلا شو بيصير عنا، ان شاء الله الامور كلها تكون تمام. كونتينيو 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 كونتينيو، اخذني على اللوجن. اذا الامور كلها تمام، نكتفي بهذا القدر لهذا الدرس، بتمنى يا رب الدرس يكون نال اعجابكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.